ايه ده يا اسطى؟ انت بتعمل ايه هنا؟ ده انا بدور عليك. لا ابدا، انا بس نسيت حاجة في الأوتوبيس جوه، وبعدين قلت بالمرة أشوف حكاية الصوت اللي كان مضايقنا طول الرحلة ده. برضك دي شكلها كده فرة وصيبانة، أصل أنا مش لاقي دخاني، دايخ عليه، فشكلي كده نسيت العلبة جوه. فتعالى بقى نخش ندور على ضاع مني ومنك، ونشوف بقى الأوتوبيس ده والبابا بتاعته فين. يلا يابا. يلا. يلا سمي الرحمن كده، خش. انت مجنون يا جدع، انت ولا بقى نفسك؟ ده انا كنت اضربك بالنار. بعدين قول لي بقى، انت دخلتنا ازاي؟ ما في حدا بيموت ناقص عمر يا سليم بيه، فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. ايش في يا سليم بيه؟ انا قليله في نظرك ولا ايش؟ انا عفريت شمال سينا كلها، بخش اي مكان واخرج منه براحتي، ما حدا يشوفني ولا يحس بي ولا يسمع عني. ماشي يا عم الوحش، قول لي بقى اخبارنا ايه كده يابا؟ حكايه، لا انا لقيت اللي ضاع مني، ولا انت لقيت اللي ضاع منك، ولا احنا عرفنا الاتوبيس ده الواو بتاعته فين. من اجل ذلك انا وانت لازم ننام ننا، والاتوبيس ده معانا برضه ينام ننا. ماشي؟ عشان كده يا اما في جن وعفريت جوه، يا اما في لب وحاجات بتهب. بص انت بتتكلم صح على رايك، انا كمان محتاج اريح شويه، نريح ولما نقوم نبقى نشوف في ايه. ماشي يابا على الله، انت بس انا اشرب الصغيره اللي مقلبها من الواد بتاع الريسبشن وحصلك. يلا يابا بقى. ماشي. نمنا انت ومالكش فيه. يلا يابا على الله، على الله، انا اقفله، على الله. نمنا.